وهاد الناس بغا يفرغونا وحنا ولا مصيرنا هو التشرد. ودابا بغاو يخرجونا هاد الناس، باغي يخرجونا وحنا عندنا المصاريف وعندنا ودن وحنا ما عندنا والو. اليوم انا خواوني هاد الناس فرغوني، ولادي مشردين في الخلا، ولادي مشردين في الخلا، واليوم انا راه غندير ميكا ورجع للبلاصه. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المشاهدين، حدا بن عثمان العربي الساكن بخبازة دوار خبازة عملة المحمدية زناتة عين حرودة، كنوجه واحد النداء حار للسيد عامل عملة المحمدية والسيد الباشا بعين حرودة والسيد القائد المحترم بعين حرودة. إحنا سيدي توجه لنا حكم ديال الإفراغ وبغى يفرغونا، وحنا ما عندنا فين نمشيو غنصبحو مشردين حنا وولادنا. لهذا سيدي كنطلبوا الاستفاده ديالنا، وحنا رحنا محسيين والاستفاده ديالنا عند السلطات. وهاد الناس بغا يفرغونا، وحنا ولا مصيرنا هو التشرد. حنا غادي نضيعوا بالزنقه حنا وولادنا، فين غادي نمشيو الا فرغونا من هنا؟ وحنا 40 سنه وحنا هنايا، ولادنا زايدين هنا وكابرين هنا ومجوجين هنا. لهذا كنطلب من هاد الناس المسؤولين يتدخلوا في هذا الامر ويتعاطفوا معنا، راه حنا كنعيشوا واحد الظروف قاسيه. من 35 عائله هنايا اللي كلها مهدده بالافراغ، وهاد الناس ولاو كيديروا حكومه انفراديه، كيدعوا واحد فرغوه بعدا، راه مشى راه مشرد هو ولادو، وثلاثه تبلغوا بالحكم ديال الافراغ. لهذا سيدي كنطلبوا من السيد وزير الداخليه ووزير السكنه وجلاله الملك نصره الله يتدخلوا في هاد الامور التي كنعيشوه حنا واسرتنا. راه حنا غنصبحوا تشرد والضياع في الزنقه في الشارع، ما عندناش فين نمشيو. كنطلبوا الاستفاده ديالنا بحالنا بحال الناس اللي ساكنوا في الدواوير وجميع المواطنين، ورحنا مغاربه ماشي اجنبيين. وعاش جلاله الملك، عاش جلاله الملك، عاش جلاله الملك. السلام عليكم ورحمه الله. عاش محمد الزادي. عندنا بيت مكرم، عندنا بيت مشلوالو، عندنا بيت اول راجل كيسمى الدواء، أو كنا الخبيزة ثم الناس كيروحوا، نحن ما عندنا ما عندنا نمشي. واش كطالبي دابا؟ طالبي محمد خير باش يطلبينا ويشوفينا في الظلة، وحنا غاديين ضايعين، ما عندي لا صحة لا والو باش غادي نخدم. عبد الدنيا غالي تيجي 6000 ولا لا قرعة كتجي 6000. الراجل خدام ما كيطلعو ما عندوش شي خدمة لهم، ما عرفش الملك. اخويا راه حنا الناس بغاو يخونونا، رحنا مده ديال 30 عام وحنا ساكنين هنايا، ودابا بغاو يخرجونا هاد الناس، باغي يخرجونا وحنا عندنا المصاريف وعندنا ودن وحنا ما عندنا والو. الناس عاد راوش ما كنبقوا الخدمه، خطره نخدموا خطره ما نخدموش. والمرايا عندي زم شله، كنت ما كنجيب ليها الدواء 6000 ريال، كنت ما كتقول لي 15 ريال، 6000 ريال خصني في الشهر 12000، وعاد زيد الكينات الصغيرين، الكينات الصغيره كل وحده كدير 400، كل وحده كدير 400 خصني 3، 12100 كنجيبها في دقه واحده 12100 و 6000 15 يوم. وهادشي هذا ما عادش ما نجي واش اشرف، حنا مشردين، ما كلشي مشرد، راه المده ديال 35 بشهر لهنا اللي هي كلها مشرده. وهذا حنايا كنتمنى، واش حنا هذه شحال ما كنخلطوا، كلشي ساكنين ما عندنا والو، ما كناكلوا ما كناكلوا ونشربوا، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا زياده والو. راه حنا طالب معاشو، طالب معاشو، راه حنا غاديين طالب معاشو، نعيشوا طالب معاشو، راه حنا والو ما كاينش. ودابا الناس كيخونونا، على زعما خصنا نعرفوا علاش كيخونونا، في عاد نمشيو حنا هاد النمتين كيخونونا، حنايا في عاد نمشيو، واش نتلاحوا بالزنقه برا؟ برا راه كاين البرد، ما عندنا فين نمشيو، البرد كاين السمره كاين شنكاره كاين بنادم يجي عندك شفاره يجي يقريسك، واخا ما عندك والو يجي غير شرطك يجي يلعب عليك، وحنا سيدي ما عندناش فين نمشيو. فين نمشيو سيدي؟ ما الله والله وسيدنا، تكلنا الله وسيدنا، تكلنا على الله وسيدنا، سيدنا هو اللي نوب علينا، هو اللي حن علينا، هو اللي شفنا شنو الامور ديالنا. لان هاد الناس راه مغلبوا علينا بزاف، ما لقيناش فيها نعطوها بالراس. سمعتي كنطلبوا الاستفاده ديالنا بحالنا بحال عباد الله، ماشي كنطلبوا اكثر من الناس، حنا كنطلبوا غير الاستفاده ديالنا بحال الناس، بحال عباد الله اللي داوها الناس نديو حنا، حتى حنا نديوها، ماشي فايتين الناس ولا غادي نقصوا على الناس، لا خصنا نعطونا بحالنا بحال عباد الله، بحال الناس، بحال اللي دار كامل نديرو حتى حنا بحالو، اللي داروه نديرو معاهم. السلام عليكم، انا الغباوي الجلالي، ساكن في ولاد سيدي علي بن عزوز، دوار خبازات. اليوم انا خواوني هاد الناس فرغوني، ولادي مشردين في الخلا، ولادي مشردين في الخلا، واليوم انا راه غندير ميكا ورجع للبلاصه. اليوم انا هادي 6 شهور وانا كيقولوا لي غادي نعطوك الاستفاده، الاستفاده ما كايناش،
ما كان لا سليف هذا لا والو، ما عرفتش شنو غادي ندير. ولادي راه مشردين في الخلا. اليوم انا كنطالب السكن كما عاطين السكن الناس، هادشي اللي نطالب. والله يجعل البركه جلاله الملك. وهاد الناس بغا يفرغونا وحنا ولا مصيرنا هو التشرد. ودابا بغاو يخرجونا هاد الناس، باغي يخرجونا وحنا عندنا المصاريف وعندنا ودن وحنا ما عندنا والو. اليوم انا خواوني هاد الناس فرغوني، ولادي مشردين في الخلا، ولادي مشردين في الخلا. واليوم انا راه غندير ميكا ونرجع للبلاصه.